الله الرحمن الرحيم وغورن وحان سلامي يا مرتي شرفتا والدينتا معلمينتا يا أرضادا وحان إذنكو سلامي يا سلام ديريمات وعن مسند بعصان وصري ودينتا إلهي كالر وانتي وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدير مانتو اه مالين كا قميص تاريخ نويت المامي سدح ذا بيش سدح حات كن افر بقول افر تني افر تي هجرية وافق سن سغالي لواتن كا بيش سغالات لوضا كن لواتن لواتن لوضا كن لوي لو او ميلادكا كسر دوازا عفلتا نقيمة بطن دوكسيغا دار القرآن وحالي دوكم هات علينا يا كسو قيب قلكا كسو قيب قشين حفلتا نقيمة بطن او لوضا لقلي ardada markaasi in lagu awaal mariyo kubi kaalma hore u galay dugsiga Daarul Quraan xafladda intee socoto waxaan idin socodsiin doonaa anigoo ah Ahmed Abdul Qadir Muridi galabtan xafladan qiimaha badan hadoo waqtiga ino saamuxo ebayno ogolaado waxaan ku soo qaadan doonaa marka waxa kamid ah nashiidooyin kelimado soo dhabeen khudbadooyin baqtiyaan sidka halka kama marna iyo markaasi barnaamij kale oo xiiso leh balse aanu gudbininta dhan aan ka horeeyo aayadaha Qur'aanka si aan markaasi ugu fufurano barnaamijka waxaan ayno akhrin doontaa ardayda lagu magacaabo Saadiyo Aways Ibrahim waxaan leenahay soo dhawo kum rahmatullahi wa barakat a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
martida la sooriyo si been loo agaasimo gogol suuban loo dhigo soomaalida yaqiineena inaguna sidoo kale soomaalinimadii sidii baan u haynaa waxaan halkan kelimad soo dhaweyn marti sharafta uga wacayaa ardayga lagu magacaabo Cabdikariin Abuukar Cumar bismillaahir rahmaanir rahiim إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ضيوفنا الكرام أحييكم باسمي وباسم الطالب والطالبات مدرسة دار القرآن لدراسات القرآن الكريم والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد الدعاء بتحية من القلب يطيب شدها مسكا وريحانا على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحييكم جميعا كبيرا وصغيرا أطفالا وشبابا ونساء وشيوخا ونتمنى من الله أن تعالى حفلة لإعجابكم حفلة إعجابكم أكرمكم الله وملأ قلوبكم بالخير والسعادة فرؤيتكم تزيد من فرحتنا ويملأ حفلنا الفرح والسعادة أيها السادة والسادات أنتم فخر وكنز لنا نسعد بزيارتكم في كل مناسبة تحية بنا أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء وأسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة والفرح وأشرقت الأنوار بقدومكم بأحبائكم فأهلا ومرحبا بكم أشكركم كثيرا على تشريفكم اليوم للحفل ورحب بكم جميعا وتمنى لكم يوما سعيدا بقلوب تنبض بالمحبة وفوائد تنبض بالمودة وكلمات تعبر عن روح إخوة نشكر حضوركم أهلا وسهلا بكم مع كل شرق الشمس وغروبها وشكرا لكم ألف تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم سنهاي وحكمتها أرددي كفل جبسي دكسي دار القرآن إن القرآن له فضل أولها حب منان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن iminkana waxaan u wacayaa ardada diyaarsan oo ka mid ah ardada dugsiga Daarul Qur'aan oo la magac baxeen Azhaarul Madrasa waxaan leeyahay soo dhawaada ardada iyo macallinkii soo diyaaray Rabbi Qur'aan nuraya dil hirana yashfi sadala wa junu wa janni min ash-shaytan insha Allah Rabbi رياض الحرام يشفي الصدر وجنوب وجن من الشيطان رحمة ربي للخلق دو من يدي للحق بالإيمان وبسن يبعد عنا الأحزان رحمة ربي للخلق دو من يدي للحق بالإيمان وبسن يبعد عنا الأحزان قرآن نور رياض الحرام يشفي الصدر والجنوب وجن من الشيطان انزل ربي قرآن نور رياض الحرام يشفي الصدر والجنوب وجن من الشيطان وقرأ فيه وتجبل ما يعني
mahadsanyihiin codkooda quruxda badnaa qulubteena qaaday hantida aad leedihiyo wixii aad haabataa haddii loo siiyo hibo awaalkood soo dhowow muxdin بسم الله الرحمن الرحيم marka hore yaal mudan yaal imar weyn iga hooyo salaam soo badno saamiga sareeso salaantaas oo ah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa rabaa inaan halkan ka soo jeeyo gabay ku saabsan hooyo macaan dhageysi wacan hay'adii abwaanada hadiraabiyo misaalkeed haday hooyo ka gabiyeen hindiseen suugaan sare cimrigii markuu u helay hambadii xusuusteen hal la yaaban ma laho hadalka sida mudan hooya wax loo dhiga laga helin adduunyada balse anigu haada gabay heerkay ka joogan kama heesta darajo suugaantana kama helin walina waan hor leeyahay balse hooya iga mudan hadal iyo suugaan wax kasto la heli karo hooyay waxa tahay tii aan ku nasto igu haysay qorax kulul hooyay waxa tahay tii aan dhaxurdo marna aan i hakarsan hooyay waxa tahay hambadii macaaneed marna aan hilmaameen hooyay waxa tahay tii hurtay nafto idil habeenka aad ifoolatay hooyay waxa tahay habeenkii mid aan hurdin had iyo jeer ay eegto hooyay waxa tahay hagarta kulul mid aanan seexan hawsheena awgeed hooyay waxa tahay tii igu hogaagtay markay hub gariireen dagaaladii isku hoobiyihii jiibkiyo hardankii dagaalada markay dadku huleeleen adiga igu mahadin in hab intaad isiisa highway-ga ila martay hooyay hadaadan jiri lahayn ubadkan nagaagsan halkan soo ma gaareen hooyay waxa tahay tii qabtiraysay hablo iyo wiilalba hagaajinta jirkooda mar walba ku hagarano hanaankooda toosisa allah hooyo sharafay waxaan ku hadiyaa maba heli karaaye halkaad adigu mudan tahay waa hooygii jannadeed haradii jannada iyo hooskii macaanaa rabbi ku hibeeyay weligaa halkaa joog Cali wuxuuna noo akhri doonaa markaasi kelimada macalinka iyo bixinta shahaadada soo dhawo macalin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوة الايمان اتي يا قسم حسنتين انا اجيبتان كنت سو اجيبتان الى اجر حسنات الله حسن كسيو وقت وانا عريري ويسوك هي انا ربا ان وحصوك وقوه وصوبتها يعني توزيع شهادات يا ميسنية مركا وحانا محد اليا مركا قوات على سبحانه وتعالى مركا الوات وحانا محد اليا مركا شرف تمام تنسو يعني حفلة ni kaso qayb gashay aan mahadaliye waxa kale oo aan mahadaliye insha Allah wala idi alaale idi xafladan wax ka jeesantii ana wax mahadaliye waxaana mahadaliye insha Allah taala waalidintii oo ugu soo madrasada daru quraan sheensati ayaa mahadaliye insha Allah taala yaani dhamaantii mahadsantiin marka insha Allah taala waqti uu kooban yaani ma kasoo gaaro qora hadal banaan yaani wixii la soo hadal karo soo hadali marka insha Allah taala mar walba ala subhanahu wa taala waxaan ka yaana ina sida tan isiga daran ina sii ka soo insha Allah taala waalidintana waxaan ka codsadaan mar walba inay garabkaan istaagaan sanadba sanadkii aan ka sii dambooyo culays ka sii badadooyo maadaalikana marka waxa walaan baahayaa gacmo wadin wax ka gooyaan nafsada way isla jeexna walaalka la jeclaw yaani xiligan waa meel inta wax la ka biyo aan ka xeer badan ma jirto marka waalidintu waxaan ka codsadaan kun iyo koob jeer lugaayay ka socod lahayn ee waaye baarashayga bool lahayn ee waaye dadkani daadihay oo iyo waaye markana xili la gaaro waa soo dhana yaani xiligii wala gaari inay jaab shoo gacanta sameeyaan galiyaan oo ala subhanahu wa ta'ala aqis naajir in ka dalbadaan wani ma ahan laakin ajar ahaan oo wax amaanta qiyaama ay baxsadaayaan inay ala subhanahu wa ta'ala aqis in ka ajar dalbadaan ayan ka eenaan aan ka rajeeyaan insha Allah ta'ala sidaas inay soo biyaan marka insha Allah hoogaa yar hal qof oo marti ah oo wiil yar ah oo nasiid yar neeneeno oo sadex ayan siyaane wasina soo koob doona laba daqiiqo ay iska soo koob doona insha Allah ta'ala waqtiga maanta waa halkan isku imaad sharafta dugsiga Daru Quraan meeshaan kan soo dayay doono hal xadiis ah ayin soo sii farmaan
Facebook, Facebook.